بونجور مارك. هاي تينا، كيفك اليوم؟ سافا. اليوم قلت لي لكن موضوعنا عن الجناين، في كثير اشخاص بحبوا يزرعوا جناينهم، ولكن مش تحديدا يلونون من خلال الزهور، لانه مثل ما نعرف الزهور يمكن ما يضاينوا كثير، فبيعملوا هالشيء من خلال الاوراق الملونه. صح، خاصة هلا يمكن بين المواسم كثير بنشوف نحن تنويع بالوراق. يعني صح، يعني في منهم رح يتغير الوانهم بالخريف. نعم. وفي منهم لا، رح يكون دائما نباتات هن كل السنه الوانهم مثلا مختلفه، منها خضراء يعني. مزبوط، يعني او مثلا رمادي او اصفر او موف او موف او احمر. يعني هيدا الفكره. يعني في كثير مثل ما عم تقولي اشخاص انه بحبوا الزهور، بس بعدين بقولوا انه انا اهتميت بهيدي النبته السنه بكملها لتزهر جمعتين، فبدهم شيء يكون دائما حلو. نعم. تيكون دائما حلو بدها تكون الكومبوزيسيون معموله بطريقه كثير منيحه، بده يكون اكيد يعني مثلا عندنا اكيد اخضر، يعني دائما لازم نترك اوقات اخضر بقلب الباك جراوند وهيك، بس كمان لازم نقدر نفوت فيهم هالالوان ان كان اصفر، رمادي، فوشيا. هلا انا اللي عملته هو انه نقيت سيلكشن من الاسس يلي هي عاده موجوده بلبنان وهينه، وكمان المينتنانس تبعها مش ثابت. ونفس الوقت رح نقول كل مره اذا بتهر او اذا بتغير، لانه في منهم رح يضلوا كل هالالوان يلي نحن عم نحكي عنهم. فرح نبلش نشوف شويه بالصور يلي النباتات يلي نقيناها هون. مثلا هون بس تنفرجي الفكره، مثلا هلا هيدي تروبيكال جاردن، يعني زي ما بنلاحظها في اخضر، بس في اساس عم تعطي الالوان الاصفر الاحمر، هول كلهم بالفوياج. هلا هي اكيد مثلا بتناسب الساحل عندنا بلبنان، ما رح نقدر نحطها بالجبل لانه اغلبيه النباتات يلي هون نباتات للساحل. اوكي، رح نشوف الصوره من بعدها لنشوف كيف فينا نخلق اول شيء جري. يعني بلبنان في عنا هيدا النبتة اللي هي منشوفها دائما هون عنا، اللي هي اسمها الجازون الرمادي. فهيدا عادة كتير موجودة بكثرة عنا. رح نشوف كمان صورة من بعدها تنقدر كمان نفرج كل النباتات اللي عم نحكي كنا بالاول يلي لونها رمادي. اكيد مثلا هون النبته كثير بحبوها بلبنان اسمها فستوكا، يلي هي نبته كثير صغيره ما بتعلى، بس بتعطي هالرمادي الحلو يعني هيك حلو. فهيدي اكيد هيدي ما بتزهر كمان؟ لا بتزهر. عليك شو كل هالنباتات بزهروا، بس زهرها كثير صغيره، صغيرة. فنحن ما بنزرعهم سو ما الاتكال مش على الزهره يعني 100%. هلا كمان في عندنا نبته كثير محبوبه بلبنان اللي هي ارتميزيا، يلي هي شوي مخمليه. لا ايه مزبوط، لما تدق فيها بتحسيها مخمليه اكيد. يعني عاده هيك كثير شوي قويه وبعدين بتزهر، بس اكيد ما عم نزرعها كمان زهور، هذا اللي كنا عم نقوله. هلا رح نروح على الاحمر. الاحمر في عندنا هيدي كثير حلوه، بس هيدي النبته الالترنانتيرا يلي فيها تكون، هلا انا كتبت بعض الاسامي، فيها تكون باناشيه كمان. حلو، فترجع بس فرج الاسم بركي في اشخاص بحبوا يكتبون. هيدا النبته ما منيحه للجبل بلبنان، يعني مثلا هيدا نبته بدها بس اكيد ساحل لحد 300 400 متر، بنزرعها بوردور بلبنان. وفي الايريزين يلي كمان بتكون حمراء، وهيدا مثلا حتى فيها تكون مثل شوي نزرعها مثل كيف الرومران بدندن. يعني ففينا لما نقول فينا نزرعها بوردور يعني فينا نحدد فيها. اي اكيد اكيد، الالترنانتيرا فرجيتها قبل بتنقص سكوير كاري ريكتانج مثل ما بدنا، يعني اكيد حيلا شيء. هلا بعدين اكيد عندنا كثير نباتات حلوه. مثلا هون عم فرجيك كيف انه لورا محطوطه الايريزين حمراء، ايه مبينه تحت البلحه كيف فينا نحطها هيك. هلا شغله حلوه كثير هو لما نحن بنخلق هيك كومبوزيشن، يعني هون اذا عم تلاحظها في كثير اشخاص بلبنان عندهم باكافلور على البلكون، وما بحبوا انه ازرع لانتانا وجيرانيوم هو، لانه بيقولوا لك انه اوكي حلوه بس شهرين ثلاثه، او انه مشكله بتهر الزهر بدها تهر. بس هيدي الموف شو؟ هلا هيدي الموف هون اللي عم نشوفهم كلهم قدامنا، كل هيدي الصور هن رح فرجيكم هلا على كبير للنباتات. هون كمان كومبوزيشن ثانيه كيف معموله حتى ببو. اذا بنقرب عليهم اللي عم تسالين عنهم فيهم يكونوا هول الكوليوس اسمهم. هلا الكوليوس بتكون كل الالوان البوسيبل، بلبنان بنسميها السجاده. حلو، سو هون عم نشوف فرجيك يعني كم لون، يعني كيف فيها تكون هيك كل واو. هول كل حيلا شايف من هول اسمها كوليوس. وهون كيف فينا نحن عم نحكي ميلانج نعمل بيناتهم، ان كان لوحدهم ثلاث صور رح ارجع لورا، ان كان لا نخلطها ببكافلور كبير. بس ليه بنسمع مارك انه لما نعمل كومبوزيشن في تشانس كبير انه ما يضاينوا؟ لانه لما يعيشوا مع بعض، لانه دائما ما في شيء اسمه جنينه منيحه كومبوزيشن منيحه من دون مينتنس منيحه. فاللي بيصير هو اوقات مثلا بكون اللي زرع لك جنينه زرعهم، بس بعدين انت بتتكلي على حالك تهتم فيهم، بصير نخلي مثلا نبته تقوى نبته او تكبر عليها لانهم مش من نفس العائله. مزبوط، مشان هيك بالكومبوزيشن في صعوبه اكثر انه يستمروا. وبعدين في عندك اوقات بنعمل اغلاط انه بالميلانج اللي عملناه بنكون ما حطينا نباتات بحبوا كثير المي،
معنا بتات بيكرهوا المي بصير كمان السقاية الغلط. بعدين عنا كمان أوقات الفيرتيلايزرز اللي عم نحطها بطريقة غلط. بس يعني ما في شيء اسمه جنينة حلوة أبدا. يعني جنينة فيها تكون حلوة. بعدين دائما لما بنزرع مثلا إذا بتيجي تزرع لك باكا فلور ولا مرة بزرع لك لبعد جمعة، دائما بنزرع لبعد سنتين. فمشان هيك كمان يعني ما حدا يستنزر يكون عنده شيء حلو قبل سنة سنتين. ما فينا نحكم دغري 100%. مشان هيك كثير سادبا من الشخص اللي عنده الباكا فلور إذا عم يعرف يهتم فيهم. هيك رح نكمل هلا بالاساس الساحليه وتروبيكال وهيك. يعني مثلا هون عم نشوف الكورديلينيا لان انا نقيت كذا لون. على فكره الكورديلينيا اللي هي على الشمال فيها تعيش بالعتم كليا، يعني هيدي فيها تكون اندور بلانت وحمراء. فحلوه مثلا انه ليك نبته كثير حلوه بتنزرع بقلب البيت جوا. هيدي بتطلع طلوع او بالعرض؟ بتطلع طلوع. هيدي بتطلع طلوع مزبوط. هلا لحد تحت تنزل هيك. بس انه الفكره منها هو انه ليك انه قد ايه فينا نغير الوان كثير. هلا نبتة كثير حلوة كمان أكاليفا، يلي كمان نبتة ساحل لحد 400-500 متر، يلي ليك شو حلوة لما حلوة بيكون عم بتلون يعني وبتعبي وبتعلى، هيدي بتقدر توصل للمتر ونص مترين. وعلى فكرة كمان هلا أنا بس حطيت صورة، بس الأكاليفا بلبنان عندنا شي أربع أنواع، في وحدة كلها خضراء وبالأخضر في أبيض قلبها. يعني هون من الأول حلقة لهلا عم بتسمي أكثريتهم خارج الساحل، ولكن قليل ما بنشوف هيك مناظر بالمناطق العامة على الساحل. ما لازم لأنه أو الأشخاص لما بتفرجيهم هيك بلانتات بيقولوا لك لا وما بحبهم، أو أنه المشاتل ما بتستعملهم كثير. وهو كمان هي طلب يعني كمان بس أنه هلا مثلا هلا هيدا النبتة عم فرجيك إياها البانيسيتوم عم تصير كثير على الموضة. يعني مثلا كثير من المولز بلبنان المحلات الكبيرة عم تزرع على البانيسيتوم لأنها كثير حلوة هينة كتير وبتكبر لدرجة بصير هول عم تشوفون الزهور تبعها بصيروا يقلبوا وين ما كانوا يفرخوا. فهيدا مثلا عم نشوفها أكتر وأكتر يعني عم تنزرع عم نشوفهم هيك وحلوة كتير تكون ماس حلوة فولا يكون في كمية منهم مزبوط. والحلو فيها بدك مساحة أنه كتير قوية والورقة تبعها كلها حمراء. فينا إذا قصيناها نحن ما خلينا عادة أنه تطلع الزهرة طلوع الفياج هو بيقدر يكون مثل كأنها جرامينة يعني حمراء بتطلع كمان سلبة. هلا في عنا نبتة بتقدر تعيش بالماي بلبنان حتى وبتقدر تعيش مش بالماي يلي نحن بنسميهم الاس لانه هي نوع كولوكاسيا بس هيدا الاورنمونتال يلي ليك ما لزينه بس ليك بس شو حلو يعني هيدا مثلا بتنزرع بمطرح للزينه بتنزرع حتى بالماي شوي برات الماي كتير. ومن النباتات اللي كثير حلوه اكيد كمان. هلا رح فرجيك هلا عم تقولي لي كنا ما فزنا فهمت عليك مزبوط قبل بس في اساس اوقات كمان فينا نحطها بالجبل مثلا. انا هيدا من ال هي بنشوفها كثير. ايه انا هي من النباتات المفضله تبعي يلي اسمها ناندينا فاير باور يلي بلانت فيها تكون خضرة شوي بالاول بس طلع قديه بتقطع بالوان بالسنه. بتغير يعني بتغير كل الوقت وايفر جرين وبتقدر تعيش حتى بالثلج. يعني هيدا الحلو فيها. وفي كوزينتها ناندينا مش الفاير باور جارتها مبين هون فليك كيف كمان بتصير احمر كله وهيك. بس هيدي بتقدر شوي توصل ل 700-800 حتى 1000 متر بالبين بس مش ثلج الاكثر يعني. اوكي فهون كمان نباتات كثير حلوه وبلونه هيك. عم نكب كثير اسامي اليوم بس هذا الهدف من اي اكيد احسن. هلا في شيء كمان حلو كثير اللي فينا نحن نعمله بالجبل يلي اشخاص كثير مثلا حتى بالجبل بتعرف الموسم كثير صغير واوقات لما بنكون فوق ما بكون في شيء مزهر ففينا نلعب على شيء بنسميه الكونيفير اللي بلونه. يعني هو كل مثل الارز والطويا بس القصص اللي فيها كثير قوي. اذا بتطلع بهذه الصوره بتنتبه انه نحن الوان الكونيفرز كثير بيختلفوا. فاذا نقيناهم من كذا لون وخاصه الانواع القزميه يلي ما بتكبر فبنقدر نعمل كومبوزيشن كثير حلوه ودائما يعني بتكون لانه نباتات اللي كثير حلوه بالجبل بتهر ورقه. فمثلا اذا واحد مثل تخيل احنا اليوم بلبنان هلا التشرين التقس بعده كثير حلو نباتات يلي بنكون زرعناهم ليلونهم ان شاء الله اليوم نقدر نفرجيهم ورق او زهور ما رح يكونوا مزهرين هلا بيكونوا خلصوا بقاب مثلا. بينما اذا عندك هالكونيفرز هلا رح نرجع نفرجيهم بتقدر تعمل هذا الشيء كل الوقت. حلو. هول البلانتس كلهم ايفر جرين؟ الكونيفرز كلهم ايفر جرين. اوكي هلا في بالعالم في بس 2 كونيفير من ايفر جرين بس ما مستعملين اكثريه بس انه في عاده بتصور اذا مش غلطان 720 نوع كونيفرز 718 منهم ايفر جرين. حلو فهيك هيدي كمان شغله مهضومه نعرف. رح كمل بالصور لنفرجه كمان الكونيفرز كيف اكيد بيكونوا. فهون مثلا عم نفرجه الالوان يلي تقدر تلعبي يعني مثلا من اخضر لاخضر اول رمادي حتى رح فرجي بعد شوي التوناليتين بيختلفوا كمان مزبوط. مثلا هون عم نشوف قد ايه بيختلفوا وفي منهم مثل ما كنت عم اقول لك قزميات. هلا الارز مثلا بلبنان عندنا 3 انواع وليك قد ايه الالوان تختلف. عندنا انواع من الشوح يلي هو كومبليتلي ازرق
وفي نبتة أنا ما بحبها بس كتير بحبها اسمها ليبوسادروس يلي هون عم شوفها هي هيك مصفرة هي هيك مصفرة يعني هي منا هون في كتير أشخاص شكلها مريضة إيه بس إنه يعني ما بحس فهيدا الشغلة مثلا مهضومة عن بالليبوسادروس هلا بعدين رح نروح مش كونيفرز رح نشوف الوان يلي كنت عم بقول لك اياهم قبل يلي سالتيني اذا بهروا كل شيء اسمه آسر وليكويدامبر رح فرجي كثير صور نباتات كثير حلوه بتعقد للجبل بلبنان بس مالوريزمون انه بهروا يعني ما بضلهم ايفر جرين يعني بفتره مثلا مثل هلا فيك تطلع وتشوف هي ما في ولا ورا ما في شيء 100% ونفس الوقت اكيد عندك هذا الافيه يعني يلي هو عن جد واو هون بينزرعوا بلبنان؟ هو كلهم موجودين بلبنان ومزروعين وفي كثير ناس عندهم اياهم وبيمشوا كثير منيح يعني مش ايه قصدي انه بدهم ينزرعوا صح ايه لا مش بالبريه لا بالبريه نحن عندنا هالالوان بس مش من هالنباتات ذاتها يعني بالبريه مثلا عندك اوقات انواع مثلا اللي بيعطوا الالوان مثلا جوز بيعطوا الوان كثير حلوه السماء بيعطي في نبته اسمها كوريلوس في انواع ثانيين يعني بيعطوا بس اكيد مش هالقصص المزروعه سو هيدا الاثر يلي كنا عم نحكي عنه بس يعني شفناهم هلا بس الصوره اللي قطعت بالموسم بصيروا هيك مزبوط يعني هن بيكونوا خضر بس عادة. في انواع لا بيكونوا هن مثلا حمر كل وقت أوكي. فهو يعني مثلا مثل الاسر الصغار يلي بتزرعيهم بجنينه بيكونوا كل وقت حمر او كل وقت بنشه حتى في بونزاي منهم اذا انتبهت فرجيت انا صوره قبل كانت بونزاي يعني. صح ايه الحمر هلا الاسر بنعرفهم هيدا تنعرف انه نبتتنا اسر بدنا نشوف دائما هيدا الفواكه عليها والورقه هيك اوكي او الورقه هيك بتكون اسر هي ذاتها وكل الالوان يعني بتشبهها كثير اذا شفنا الفواكه هيك في كثير اشخاص بيبعثوا لي هذا الفواكه بيقولوا لي عندي اثر بس هيك الفواكه شو غريب تبعها هيدا بيكون اسمها ليكويدامبر هيدا كمان نبته كثير مزروعه بلبنان يعني بكثره بالجبل هيدا فيكها بتتاكل لا بس انه حلو كثير انه منتل بس هي اكيد بتنزرع مش كرمال الفواكه تبعها بتنزرع كرمال شكلها اي مزبوط هلا هيدا النبته كثير حلوه اسمها كوتينوس هلا هيدا النبته شو الفكره تبعها هي من عائله شويه السماء اذا بدك بس انا كان لازم نقي صوره تكون قريبه اكثر عليها الورقه هي دائريه وكبيره منها مثل السماء الحلو انه بفترات بنلاقيها حمراء كلها سوا وبفترات بنلاقي الزهره تبعها الروز هيك كيف على اليمين وبتكون طلعت على الورق اللي هو موف بتعمل كونتراست كثير حلو خاصه اذا زرعينها لورا بجنينه كباك جراوند يعني مزبوط بلبنان عم نشوف كثير اكثر واكثر كوتينوس يعني عم تنزرع بس انه بتزبط اكثر بالجبل امتى يعني بتغير لون من هي دائما حمراء هي دائما حمراء الروز بتعمله لما تزهر يعني تقريبا بجولاي مثلا بتموز حتى اوقات بحزيران حسب المنطقه بس هي هيدا نبته حمراء ما حتى بتخضر يعني فهيدا مشان هيك يعني اكيد بتنزرع هلا في عنا نبتة يلي هي نوع خوخ بس أورنمنتال اسمها برينوس بيساردي يلي هي بتصير بوردو عم نشوفها كيف يعني هون قدامنا بس المش حلو فيها لا أكيد الحلو فيها إنه تكبر كتير بسرعة اللون البوردو بعقد بفترة من الفترات لما تكون كلها مزهرة هيدا زهرتها هي نوع خوخ يعني من اللي هي او بتجي مثل شجره او عتيج او توف يعني المش حلو فيها هو انه كمان منا ايفر جرين يعني مثل هلا بلبنان بتكون زتت كل ورقه ما في ولا شيء بترجع تقريبا بشباط بتزهر بس زهور على الحل مثل اللوز وهيك ومن بعدها بترجع بتعطي البوردو هلا الفكره انه الفتره اللي نحن بنكون طالعين على جنينه لانه هلا في كثير اشخاص ما بقى بيقعدوا بجنينه بتكون هي كثير حلوه دائما بالطبيعه القصص اللي كثير 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 حلوه بهروا ورقهم ما بدلهم دائما حلوين هيدا مسج مهم هيدا مسج منيح 100% not to get spoiled صح لازم هلا ما بدنا نفوت كثير بالمسج بس انه هلا هيدا نبته كثير حلوه انا ليه بحبها لانه هي وحده من الاشجار المثمره بلبنان هلا انت بعد ما عرفت عن شو عم نحكي لا ايه وحلوه كثير ولبنانيه يعني شو حامضة؟ لا شو هيدا الجوزة جوزة يلي بفترة من فترات بتصير هيك يعني اللي عندهم جوز بيعرفوا حلو خاصة لما نكون عم نسقيها وزرعينها بجنينة ألوان الجوز كتير حلوين يعني بتقدر عن جد تكبر وتعطي ألوان كتير حلوة هلا بالجبل في عنا كمان مثلا الفران يلي هي هيدا الورقة أوقات كتير بنشوفها يلي كمان هيك كيف بتصير يعني عم نتطلع على عن جد حلو كمان حلوه بس اكيد هون الاشخاص بيكون عندهم جنينه كبيره تتبين تتحول كمان 100% كبار هول هالشجر صح هلا في نبته انا كمان كثير بحبها وبلبنان موجوده بس ما بعرف ليه ما بيزرعوها كثير اشخاص بسموها التوليبيه يعني لانه بشبهوا الزهره شوي للتوليب بس هي كبيره هلا اسمها المعروف عند المشاتل ليريو داندرو سوري على الاسامي بس هيك بيعرفون بلبنان ليريو داندرو 100% يعني هي شجره كثير حلوه كثير كبيره وليك كيف الالوان تبعها كمان بتقدر هيك تغير
100%. فهون عم شوف كيف الالوان تبع الروديندرون كيف بيصيروا. هلا ما من الكل بحبهم، بس كمان ما ننسى انه الحور والبولو، يعني مثلا هون شفنا قبل البولو، هيدا حورة هلا يلي كمان عندهم الوان كثير حلوين. هلا اللي بيسافروا كثير على فرنسا بشوفوا نبتة بنسميها المارون، بلبنان اسمها ايسكولوس كمان، او بسموها كسرة الند، يلي هي خضرة عندها زهرة كثير حلوة وبتعطي فواكه بيشبه شوي الكستنة اللي عم بحكي لها على الورقة الفوقانية مش تحتانية. فهيدا هو الفواكه تبعها يلي هو اكيد كثير توكسيك، ما بيسوى ناكله اكيد. هيدي النبتة بفترة من الفترات كمان بتصير كلها صفراء. وهنا عم شوف الكستنة يلي هي نبتة كثير حلوة، الكستنة اللي بناكله اكيد. فهون شاتان يعني مزبوط، ما في مفرجة انه كمان هيدي الصورة قديه بتصير حلوة. لا هيدي الصورة من ارتبا يعني مشان هيك بنفرجها مشان هيك حلوة. فكمان الالوان تبعها بتطلع اكيد يعني الوان كثير حلوة. هلا عندنا كثير بعد نباتات مثلا اسم على مسمى لوشارم يلي هول كلنا على فكرة صار فينا نلاقيهم بلبنان يعني شو حلوة، او الجينكو يلي على السريع تقلك انه بسموها لابلانت او كارونت ايكو او البلانت. يعني في خيار كبير مارك، 100%. يعني الاشخاص اللي عم ببلشوا جنينه او حابين يمكن يغزوها اكثر بنباتات جديده ملونه، حطينا صغار حطينا كبار، حطينا صغار وحطينا كبار وحطينا انواع مختلفه. وكمان اللي ما بدهم انه تخسر ورقه كمان في انواع بتضلها خضرة كل السنه. كنت عم لك بس شغله على جينكو انه بنسميها بلانت او ميل ايكو لانه الايكو يعني مثل ليره الذهب، ولما هي تكب ورقه على الارض كانه كبين 1000 ليره ذهب على الأرض. شوف هذه الفكرة تبعها حلوة. وجينكو صارت عم تتلقى حتى أكيد بلبنان، يعني هي نبتة عنا إياها. سوري هون عم شوفها كثير حلوة. في على السريع بعد فرجيك نبتين يلا هيك. ها هيدا مثلا أنواع نحن بنعرف إنه السنديان أخضر بدل، بس في سنديان اسمه كيركي فيلبرا كمان بيحمر، يعني بتكون ورقته كثير حلوة كمان. شو حلوة، روعة، كثير حلوين كانوا مارك صور. لكن مثل ما قلنا لكم عم نحكي كنا عن الشجره الملونه، فيكم ترجعوا تحضروا الحلقه على الريبلاي لانه في اسامي تكنيكال تيرمز اذا بدهم يرجعوا ياخذوهم. رح ناخذ بريك هلا ومن بعدها اتيكيت مع نادين.